قام محافظ اللاذقية السيد أحمد شيخ عبد القادر بجولة على المراكز الامتحانية للاطلاع على حسن سير عملية امتحانات الدورة التكميلية للشهادة الثانوية العامة، حيث أكد أن هذه الدورة هي فرصة كبيرة لنجاح الطلاب وتفوقهم. طبعا من أجل الاطلاع على الواقع الفعلي لسير العملية الامتحانية التكميلية لمرحلة التعليم الثانوي، كانت زيارتنا إلى بعض المراكز الامتحانية في مدينتي اللاذقية وجبلة. زيارتنا أتت بعد أن تم التنسيق مع مديرية التربية في المحافظة، وتم تجهيز كافة المراكز الامتحانية بكل ما يستلزم إنجاح هذه العملية الامتحانية. التقينا خلال الجولة مع أبنائنا الطلبة الذين أعربوا عن ارتياحهم لشمولية الأسئلة لكافة المنهاج، والبعض منهم كان له تعليق آخر بأن الدورة الأولى كانت أفضل. نقوم بزيارة المراكز الامتحانية للدورة الثانية التكميلية للاطمئنان على واقع هذه الامتحانات. لاحظنا من خلال الزيارة الارتياح بادن على وجوه أبنائنا الطلبة. سألناهم عن الأسئلة، أيضا كانت الأسئلة شاملة ومتناسبة مع مستواهم. الواقع نحن مرتاحون تماما لسير العملية الامتحانية في هذه المحافظة لهذه الدورة. عبر الطلاب عن أهمية هذه الدورة الامتحانية لأنها تتيح لهم فرصة إضافية لرفع درجاتهم وبالتالي تحقيق ما يطمحون إليه من دراسة جامعية. منيح الوقت، يعني ساعتين ونص أو ثلاث ساعات تجي هيدا خالصة ومراجع الواحد النظام. يلي كان ناقص منه علامات في حاول يزيدهم، في حاول يجمع أكثر. يلي كان بده أفرع غير يلي كانت صايرت له صار فيها هلا الدورة التكميلية. أنا من حلب، عم بقدم هون، قدمت أوراقي هون، أعطوني أوراق جزء إنه أحسن أقدم هون، كل فضل لوزارة التربية اللي قدمتنا هالشي. الدورة الأولى كانت شوي طويلة، يعني الوقت ما ساعدنا، بس هلأ لا تمام منيح. أنا شفت الدورة الأولى سهلة، بس طلع سهلة.